دايبين هنا عشان تهزقوني. تخيل كده ان في طيار واخد طيارته وطالع بيها مش عارف هو رايح بيها على فين. احنا باذن الله هنتوكل على الاقصر، مش عارف ليه قلبي مقبوض. الطياره اللي معايا دي مليانه كل انواع ريسورسز، فلوس وناس وايموشنز وانرجي. احنا عامله زي عادل امام لما كان بيجيب القضايا، هو ده الحل بتاعنا. هاو ابتدي ولا ما ابتديش؟ اصل انا مدام مش شايفاك مش عارفه انا فين. انا مش عارفه عيد اللي انا قلته. يعني ده مش حاسس، هو ماشي مع نفسه. انت بتعمل كده ولا ايه مالك؟ حسيت يعني حسيتك مبتئس. تخيل كده ان انت عندك شاورما محطوطه كبيره كده، وجيت انا من غير ما تاخد بالك خدت معلقه. هينفع تاكلها على بعضها؟ حصلت قبل كده. اعلى من كده حاسس انها بزعق. هي انت.